برنامج مميز جدا جدا. طيب تعالوا نروح دلوقتي للامارات والزميل العزيز محمد الدكروري علشان نعرف منه اخر الاخبار، وهو اللي هيقول لنا على كل كبيره وصغيره موجوده في معسكر الامارات. يا دكروري برحب بيك. خير يا عمر، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كل مشاهدينا اهلي الليله منورنا، وعايز اعرف منك بقى تقول لي اخر الاخبار وكل كبيره وصغيره في معسكر الامارات. حسين السيد الدنيا تمام معاه؟ هل في جديد في موضوع اصابته صالح جمعه؟ وقرينا التصريحات اللي اتكلم عليها وهنعرضها للساده المشاهدين تبقى صوت وصوره، لكن هل عندك بعض الاخبار الجديده اللي ممكن تطمن بيها او تعرف جمهور الاهلي خاصه بمعسكر دبي وماشي بشكل عامل ازاي؟ طبعا انت عارف المعسكر ماشي على اعلى مستوى، وطبعا انت كنت معانا في اسبانيا قبل كده يا عمر، وعارف المعسكرات ماشيه ازاي، كنت بتلعب كوره برضه كتير، كنت بتلعب في الاهلي وعارف يعني ايه معسكرات النادي الاهلي. المعسكر ماشي كساعة، كابتن سيد عبد الحفيظ وحاطط طبعا التداول كلها، وحاطط كابتن سمير عدلي، عاملين كل حاجه لتوفير سبل الراحه للفرقه. مواعيد ماشيه كساعة، الفطار الساعه 9، اللعيبه كلها موجوده 9 الا ربع في المطعم. الغدا بيبقى الساعة 2، اللعيبة موجودة الساعة 2 الا ربع، كلها نازلة في المطعم. النهاردة كان التمرين الساعة 5 وربع، التحرك كان في الفندق الساعة 5 الا ربع. بطمنك على حسين السيد، كانت كبدة خفيفة بس النهاردة استكفى بالجري، لكن إن شاء الله بإذن الله بكرة يكون في تحسن بإذن الله. طيب عايز اعرف منك وجود نيكولاس انيلكا. احنا دلوقتي بنعرض فيديو بوجود الكابتن سمير عدلي مع نيكولاس انيلكا، واحد من نجوم الكره الفرنسيه، واكيد واحد من احنا بنحبه جدا، لكن حرصه دكروري ان هو يكون موجود في تدريبات النادي الاهلي، وان الكابتن سيد طبعا سلم عليه، واكيد طبعا هو حرص على انه يتفرج على تدريب واحد من اعرق واكبر الانديه اللي موجوده في مصر وفي افريقيا. عايز اتكلم معاك وتحكي لي يعني من خلال وجودك وقربك من معسكر الاهلي وجود نيكولاس انيلكا، رد فعله، كلام، واكيد يعني بعد التدريبات اكيد اللعيبه سلمت عليه، فعايزك تحكي لي كده يعني ابرز المواقف اللي ممكن او رد فعل انيلكا من خلال وجوده في التدريبات. امبارح بس الاجنسي اسمها الاجنسي بتاعت انيلكا اسمها شيرين حسه. شيرين هي كمثل كذا لاعب هنا في يعني مثلا بوبجا مثلا في الشرق الاوسط كله. تمام. فهي انا كنت اعرفها قبل كده، فكلمتني امبارح قالت لي، هي اهلاويه جدا، قالت لي الاهلي جه، قلت لها قالت لي انت عارف ان انيلكا هنا بقى له 3 سنين، وامبارح بقول له ان الاهلي جاي، قال لها ده نادي رقم واحد في افريقيا، وهو هو يعني هو اللي ادعى المعلومات، قالت له انت هتقول لي انا اهلاويه وهزروا مع بعض. فكانت بتحكي لي امبارح، فانا قلت لها طيب حابب يجي يحضر التمرين، فقالت لي هرجع له واكلمك. كلمته قال لها طبعا ده يعني حاجه تشرفني ان احضر التمرين، ده اعظم نادي في افريقيا. وبالفعل قالت لي هو هيكون موجود الساعة 5، كان متواجد فعلا الساعة 5، وهي الدعوة جاية من هنا احنا يعني من قرارات الاهلي والنادي الاهلي، فهو فعلا جه وحابب جدا وجاي يتكلم على كابتن سيد عبد الحفيظ وعلى كابتن سمير عدلي، واستقبلوه الناس المسؤولين في نادي اهلي دبي، ودخل حضر التمرين جوه. والحاجة الاحترافية الجميلة يا عمر ان هو لاعب محترف وعارف يعني ايه قيمة التدريب وقيمة النادي الاهلي. هو لما جه كان اللعيبة نزلوا اوريدي ارض الملعب، تمام؟ فلما نزلوا ارض الملعب هو خد جنبه بعيد وقعد مع كابتن سمير عدلي وقال لا انا طبعا يعني اكيد مش هنقطع التمرين، واكيد ان انا هستناهم بعد ما يخلصوا خالص التدريب عشان اسلم عليهم. كابتن سيد عبد الحفيظ جه طبعا ورحب بيه، ويعني قال له شكرا انك جيت، قال له لا يعني كان انا كنت حاضر الاطراف الحديث، قال له يعني ده شرف لينا احنا ان احنا نيجي نحضر لاكثر فريق حصل على بطولات في افريقيا وحصل على بطولات في العالم يعني. فدي كانت بصراحه وانا واقف يا عمر كده انا حسيت بالفخر والله، يعني فعلا النادي الاهلي ده نعمه نعمه بجد يعني. طيب عايز اعرف منك هل في اي لقاءات وديه الاهلي هياخدها خلال الفتره اللي جايه؟ لا يا عمر مفيش لقاءات وديه حتى الان. هو معسكر شبه معسكر مغلق، تمام؟ يعني مغلق على الفريق، تدريبات مستر فايلر بيعمل حاجات جديده وحاجات ان شاء الله باذن الله هتعود على الفرقه في المباريات طبعا يعني بشكل كبير جدا، ويعني من ضمن الحاجات حتى الحاجات الجميله اللي جمهور الاهلي دايما بيحرص عليها، ان كان في جمهور كتير جدا النهارده كان حاضر التدريب. اول ما مستر فايلر قال نوقف تصوير الكاميرات سواء بقناه الاهلي او موقع النادي الاهلي، الجمهور كمان تفاعل، هم كمان لدرجه ان كانوا بيشوفوا اي حد بيصور الجمهور نفسه يقول لهم لو سمحت المدير خلاص بدل وقفنا تصوير، الجمهور نفسه هو اللي بيقول كده عشان لو في عايز يعمل اي حاجه او اي تكتيك معين او كده
فكله التزم، وحتى لو ما هو مستر فايلر وكابتن سيد لو الجمهور عمل كده اهوت، فيعني فتح الملعب بجد، ما دخلوش جوه الملعب بس دخلوا بره بالسلك من بره بحيث ان هم يقربوا اكتر عشان يتفرجوا على التدريب. طيب يا دكتور، يعني بشكرك على وجودك معانا دكتور، واكيد طبعا اطلعتنا على كل كبيره وصغيره موجوده في معسكر الامارات. في حاجه بس اخيره عايز اقولها لك يا عمر. طبعا النهارده كان التدريب كان قوي جدا، وكان في تقسيمه، وكان مستر فايلر عمل يعني تقسيمه بين كل ست لعيبه، الكسبان مستمر. اللي فاز باكثر عدد من التقسيمات كان فرقه وليد ازارو وشناوي وعلي معلول وياسر ابراهيم وبين الشحات وجيرالدو وصالح جمعه. حتى بعد ما هم اللي كسبوا في الاخر، فطبعا الجمهور كله حياهم وقعد يسقف لهم، وهم كانوا فرحانين وقعدوا يجروا عشان يزيدوا طبعا بقيه اللعيبه ان هم كسبوا في التقسيمه النهارده. وهو اللي بقى يظهر عندك كمان شويه ان شاء الله الماتيريال اللي يكون عندكم تلاقوه ان شاء الله في قناه الاهلي. وانت عارف يا عمر النادي الاهلي دايما رقم واحد. ما حدش لعب تنس مع كابتن سيد؟ لسه يا عمر. نعم لسه. ها خلينا في المعسكر يا عمر. طيب محمد دكروري مرسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا، والزميل العزيز يعني نقل لنا كل الاخبار اللي موجوده في معسكر النادي الاهلي، واتكلم بشكل اكبر عن وجود نيكولاس انيلكا، واحد من نجوم الكره الفرنسيه وايضا واحد من نجوم الكره العالميه. اخر خبر عايز اقوله لحضراتكم قبل ما نروح لفاصل،